غرقت المدن اليمنية بالأمطار وتحولت شوارعها إلى بحيرات من مياه السيول، فكيف فضحت هذه الأمطار هشاشة البنى التحتية للمدن وغياب التخطيط وانعدام قنوات التصريف؟ لماذا تغيب المعالجات وتتقاعس الدولة عن التدخل؟ أهلا بكم. كارثة جديدة وقاسية تحيط باليمنيين، وتسببت بمقتل وإصابة الكثير وتدمير المنازل وتعطيل الخدمات وتغييب أوجه الحياة، ومعها غابت الوجوه النزقة وأصحاب القوة والفتوة وناهبو الخيرات، وذهبوا لتراشق الاتهامات فيما ترك أبناء المدن المتضررة بالسيول يواجهون الكارثة وحيدين ومعزولين عن أي إسناد خدمي من الدولة أو من سلطات الأمر الواقع. أسئلة كثيرة يلقيها المواطن المتعب فترتد عليه دون أجوبة. لماذا تغيب المعالجات وتحجم الدولة وسلطات الأمر عن البحث عن معالجات سريعة في المناطق المتضررة والاهتمام بالضحايا؟ هل المشكلة بالمواطن أم بأراضي وعقارات الدولة ومكتب الأشغال العامة؟ أم أنها كارثة طبيعية تتجاوز كل الإجراءات الاحترازية؟ شأنه بذلك شأن بلاد يجرفها السيل وتتكالب عليها الكوارث دون أن يكترث لها أحد، غير أن هذا الكهل في هذا الفيديو الذي تداوله الكثيرون وجد عونا من السواعد القوية لانتشاله فيما تركت بلاد بمدنها عرضة للغرق الكبير. تعال شوفوا بعينكم، يعني وين ننام اليوم؟ ننام بالشارع؟ تعالوا يا حكومة يا سلطة يا مدري من وين ما يكون، تعالوا شوفوا معكم شايفين؟ موجة أمطار غزيرة تعم المحافظات اليمنية مخلفة أضرارا فادحة في الأرواح والمباني والممتلكات. أكثر المدن عرضة لهذه النكبة هي عدن ومأرب، حيث تسبب تدفق السيول بالتهام أحياء واسعة في المحافظتين مخلفا وراءه هذا الخراب. عدد من أحياء عدن تحولت إلى بحيرات كبيرة من مياه الأمطار، ما تسبب في سقوط عشرات الضحايا قتلى ومفقودين ومصابين، ناهيك عن تعطيل شبكتي الكهرباء والمياه وشلل ضرب عددا من الأحياء نتيجة قطع الطرقات وتهدم عدد من المنازل. مأرب أيضا كانت قد تلقت ضربة أولى قبل أيام نتيجة عاصفة ممطرة وسيول جرفت معها عددا غير قليل من المنازل. لم تنتهي المأساة هنا، فقد بلغت السيول مبلغها لتصل إلى مناطق مرتفعة في أحياء الجفينة وغيرها نتيجة عدم وجود مصارف للمياه وغياب التخطيط. كارثة جديدة تخلف مئات الأسر المشردة نتيجة فقدان منازلها ومخيماتها بمأرب، وتكشف عن هشاشة البنية التحتية وغياب التخطيط وانعدام قنوات التصريف في الكثير من طرق السيول. يواجه البلد كوارث حقيقية بدءا من السيول وانتهاءا بشبح كورونا الجاثم على حياة اليمنيين والمقيد لحركتهم، فيما أطراف الحرب من حوثيين وشرعية يواصلان معاركهما لتحقيق مكاسب عسكرية بعيدا عن احتياجات الناس وهمومهم. إذن مشاهدينا الكرام، في هذه الحلقة سيكون معنا الصحفي خليل المليكي عبر الأقمار الاصطناعية من مأرب، وسينضم معه آخرون خلال هذه الحلقة. مساء الخير أستاذ خليل. مساء النور، أهلا وسهلا بكم. أهلا بك، وبداية نود أن تخبرنا عن آخر التطورات فيما يتعلق بتجريف السيول والأضرار الناتجة عنها. نعم، تحية لكم وللمشاهدين الكرام. نعم، مأرب كغيرها من المحافظات تأثرت بالأمطار والسيول، إضافة أن مأرب منطقة صحراوية جاءتها كذلك ما يشبه الإعصار، رياح شديدة وعصفت بمخيمات النازحين وزادت من معاناتهم خلال اليوم، إضافة إلى معاناتهم في الأيام الماضية التي شهدها العالم. طبعا اليوم حي جديد يعني ارتفعت إليه سيول الأمطار، وهو بجوار شارع الجامعة في وسط المدينة. هذا الحي كان بعيدا عن مجرى السيول لولا بناء بعض رؤوس الأموال
في مجرى السيول، ما مما يعني ردموا هذا الحي أو مجرى السيول، قاموا ببناء قواعد قوية وبناء بيوت صلبة، مما أدى إلى تغير مجرى السيول وذهب إلى هذه البيوت، بيوت الضعفاء الهشة التي اليوم هذه يعني تسبب في يعني تأثر كثير من هذه المنازل ونزوح بعض الأسر من هذا المكان، إضافة إلى المعاناة الجديدة التي يتلقاها من عانوا قبل أيام جراء السيول التي شهدتها المحافظة، وما يعانيه النازحون كل يوم من أي مطر يأتي إلى المحافظة أو أي سيل قادم من المحافظات الأخرى. طبعا مأرب المطر ليس في غزيران، وإنما السيول تأتي من محافظات أخرى وتتسبب في هذه الإشكالات، والبناء الأخير ويعني البيع في المناطق الغير صحيحة من بعض الناس تسبب في هذا الإشكال، والبناء الغير مرخص وعدم المتابعة من قبل مكتب الأشغال العامة وعدم التخطيط من قبل أراضي الدولة تسبب في كارثة اليوم. نعم، هل هناك أي إحصائيات لعدد الضحايا أستاذ خليل، سواء الذين تهدمت منازلهم أو المفقودين أو القتلى لا سمح الله؟ اليوم ليس هناك أي مفقودين أو منها أو قتلى جراء السيول، هناك تأثر كبير لمنازل عدة، ما يقارب العشرة منازل تأثرت في هذا الحي الذي يجوار جامع السنة في وسط المدينة، كذلك المعاناة يعني زادت معاناة النازحين في مناطق النزوح في مخيم السويداء، في مخيم الخانق، لا زال الكثير في مخيماتهم يلملمون شتات الأيام الماضية، وجاءت السيول اليوم ففرقت هذا الشتات وأخذت ما تبقى لديهم من أمتعة ومن زاد، واليوم المعاناة مستمرة، وإذا لم تتدخل السلطات، وأعني هنا بالسلطات لابد، لأن ملف النازحين ملف شائك، و قبل 3 سنوات تم الفصل فيه من قبل اللجنة العليا للإغاثة بأن كل محافظ محافظة وكل محافظة لديها نازحين في مأرب هم المعنيين بهؤلاء النازحين وليست السلطة المحلية المخاطبة بذلك، ولهذا الشيء خصصت مبالغ كبيرة من قبل رئاسة الجمهورية تصرف لمحافظي المحافظات لمواجهة الإشكالية النزوح ومشاكل، وكذلك مشكلة الجرحى. اليوم محافظي المحافظات منهم من أتى وتصور في بعض المخيمات وانصرف، ووجهوا كل الكارثة أو كل هذا الإشكال إلى محافظة مأرب. محافظ مأرب قام بصرف يعني مبلغ 150 مليون ريال لهؤلاء النازحين، إلى الآن اللجنة تقوم بحصر الأضرار. طبعا محافظي المحافظات الأخرى شبه غائبين أو غائبين كليا، لا يوجدون، مع أنهم موجودين في الفنادق في مأرب بعضهم، لكنه لم يخرج إلى مناطق النزوح، لم يتفقد النازحين، لم يقدم شيء، ينتظرون يعني المنظمة الدولية أن تأتي فيقومون بالتسجيل. المحافظات التي يوجد نازحين منها في مأرب، الجوف وغيرها، تعنيهم؟ أعني الجوف الأكثر وجودا، محافظة صنعاء، الجوف، محافظة المحويت، محافظة ريمة، محافظة عمران، محافظة إب، هؤلاء المحافظين غير موجودين على أرض الواقع، يعني منهم من أتى إلى المخيمات لكنهم لم يقدموا شيء، إلى الآن النازحين يشكون بأنهم لم يتلقوا شيء من هؤلاء من قيادة سلطاتهم اليوم، وكل هؤلاء يعني ينتظرون الأمل من قيادة السلطة المحلية بمحافظة مأرب، قدمت ما لديها ما بوسعها، وتقوم من خلال الوحدة التنفيذية بحصر الأضرار لدى هؤلاء النازحين الذين تأثروا، لكن إذا لم تتكاتف الجهود الكارثة أكبر من محافظة مأرب. هؤلاء النازحين لدى سلطاتهم الحل، إذا وجدت هذه السلطات وقامت بواجباتها ستحل مشكلة النازحين، وستكون هناك يعني مساكن آمنة لهؤلاء، وهذا ما قدمته الوحدة التنفيذية قبل أيام بمساكن آمنة للنازحين حتى لا تكون الكارثة قادمة، إذا أصلحوا المخيمات أو مخيمات أخرى نحن أمام كارثة جديدة إذا لم يكن هناك مسكن آمن لهذا النازح الذي أذى مشرد من قبل ميليشيا الحوثي، ويعني ترك كل ما لديه وجاء ليسكن في خيمة، إذا جيء له بخيمة أخرى ستتكرر نفس الحادثة.
نعم أستاذ خليل، يعني كنا تحدثنا قبل أسبوع تقريبا عن الكارثة الأساسية التي يعني أودت بحياة العديد وجرحت العشرات وهدمت العديد من المنازل البسيطة التي كانت تبنى بطريقة عشوائية. أولئك الذين يعني أصيبوا بتلك الحادثة، هل تم معالجة وضعهم أم أن الوضع يتفاقم بتزايد أعداد البيوت المهدمة والمعرضة للسيول؟ مسألة أن تحل مشكلة هؤلاء من يعني مبانيهم أو مساكنهم، ليس الحل هو إعادة تخطيط المنطقة، الحل هو يعني حصر الضرر وإجباره من خلال يعني وجبر هذا الضرر، ليس بالبناء بنفس المكان. يعني إذا بنوا في نفس السائلة التي أصيبت فيها المنازل، نحن أمام كارثة جديدة. اليوم السلطة المحلية عليها أن تتأنى، ونحن معها في هذه الخطوة. إذا أتت بمبالغ لهؤلاء ولمالكي هذه المنازل، فسيقومون بالبناء بنفس المكان. اليوم لابد من خطة وإعطائهم مناطق بديلة، ومحاسبة من تسبب في هذه الكارثة، محاسبة مكتب الأشغال الذي لم يقم بواجبه، وكذلك أراضي الدولة، وكذلك من باع في هذه المناطق التي هي مجرى سيول وهي ملك للدولة. هذه هي حل الإشكالية، تكون بهذه الطريقة. أما أن تعطى لهم التعويضات فيقومون بالبناء بنفس المكان، فنحن أمام كارثة جديدة، ونحن مع السلطة المحلية في أن تتأنى في هذا الملف، وأن يكون الحل فيه جذريا حتى لا تتفاقم أو لا حتى لا تتكرر نفس المشكلة في المرات القادمة لو قدر الله. نعم، إذا أستاذ خليل، تعلم أن الأمطار والسيول ليست فقط المتضررة الوحيدة فيها مأرب، هناك محافظات أخرى أيضا على سبيل المثال عدن التي تضررت كثيرا من جراء تساقط الأمطار الغزيرة والسيول وتهدم البنية التحتية في العديد من المناطق. لذلك دعنا نذهب مع الناشط الحقوقي نزار سرارو من عدن عبر الهاتف لنطمئن على الأحوال هناك. مساء الخير أستاذ نزار. أهلا وسهلا. حدثنا بداية عن ما حدث في عدن جراء الأمطار الشديدة والسيول الجارفة التي يعني أودت بالعديد من البيوت والأملاك والناس أيضا. بسم الله الرحمن الرحيم. أولا نترحم على من قضوا بسبب الأمطار في عدن. الضحايا إلى الآن تم إحصائهم بشكل سريع، 7 أشخاص، طفلين وأم ورجلين وبنت. الأضرار في عدن أوصالها بسبب الأمطار الغزيرة التي هطلت على المدينة. الطرقات تدمرت. طبعا هذا الكلام نقوله في كل للأسف في كل لقاء لنا على صحيح. على القنوات، وربما في كل عام، يعني في كل مرة تتكرر فيها الأمطار بغزارة نعيد نفس الإشكالية حقيقة. نعم في 2019 في ما أذكر كم، لكن نفس الموقف وقفت للأسف الشديد. يعني لله الحمد لم يكن هناك ضحايا، في هذا اليوم هناك ضحايا وهناك أكثر من مئات، لا هناك إحصائية، لكن مئات السيارات أعتقد أن تضررت بسبب الأمطار. المشكلة الأساسية أن المطر بحد ذاته ليس السبب الأساسي للأضرار في مدينة عدن. الطرقات التي بنيت أو التي تم إحصائها بشكل خاطئ كانت أحد الأسباب، إضافة إلى انفجار المجاري في مدينة عدن. عند بداية هطول الأمطار انطفأت الكهرباء في بعض الميدان في أغلب المديريات. في مدينة خرمكسر، تعتمد مدينة خرمكسر رغم أنها على بحرين، على جانبي بحر، تعتمد على المضخات التي تعمل بالكهرباء لشفط المياه المجاري من المنازل الى احواض التجميع. فعند انقطاع الكهرباء سببت فيضان شديد في المديريه في خرمكسر. لم نغرق بسبب الامطار، لكن غرقنا بسبب عدم تفريغ مياه المجاري التي سببت اختناق مياه الامطار، وبالتالي اصبحت الامطار هي مشكله بعد ما افاضت المجاري في بيوتنا. انا اكلمك الان بعد ما قد انتهيت من تصفيه بيتي. تضرر شديد لله الحمد، ونشكر من ساعدنا على الامور.
فيما في بمجمل الامور اصبحت كأن تسونامي ضربها، نفس التسونامي اللي في عام 2012 في اليابان. اعتقد انه نفس الصور شاهدتها كانت في كريتر والمعلة، يعني شيء يعني محزن جدا جدا. صحيح. جدا، يعني مدينة تقع على بحر تسبب امطار بسيطة تسبب لها هذه المشاكل. ملحوظة مهمة انه الامطار هذه المرة لم تكن بالشدة التي اللي هطلت فيها في عام 93 ميلادي، في عام 1993 في ابريل عام 1993 لم تكن بالقوة التي كانت في تلك الفترة. لكن الجديد في الامر ان المنازل زادت، ان بنيت مساكن في مجاري السيول. عادة كنت عندما كنت اعمل في صندوق النظافة عدن، كنا قبل بداية موسم الامطار نقوم بحملة فتح مجاري السيول للتخفيف من آثار الأمطار على عدن، في المعلة، في التواهي، في كريتر. كنا نقوم بحملات نظافة متواصلة حتى يتم تصفية المجاري بشكل كامل لتسهيل مرور المياه من تحت المدينة. للأسف الشديد لم نشاهد هذه الحملات بسبب افتقار المسؤولين إلى التمويل المناسب. عدن حاليا في ظلام من الساعة تقريبا، وربما لعدم وجود هؤلاء المسؤولين أساسا. أستاذ نزار، تركت عدن حقيقة؟ لا 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 لا, لا, لا هناك موجودين. نحن يعني لدينا نوعين من المسائل، يعني لدينا مسؤولين شرعية ومسؤولين انتقالي. لا ما حد قادر يعني حتى يغيثنا بشفاط مشان الحي الآن، وهذه مشكلة بحد ذاتها حقيقة. صحيح. انا من العصر، يعني من بعد صلاه العصر احاول اتواصل على شفاط مشان يجي يشفط يعني المياه من الحي. ما فيش، احنا في ظلام دامس، والسبب انه مياه الامطار دخلت الى حتى محطات توليد الكهرباء اللي المفروض تكون يعني وفقا للمواصفات العالميه مقاومه للزلازل. فعندنا تدخل لها مياه امطار تتوقف عن العمل وتتلف اجهزه داخلها، وهذه المره الرابعه في محطة شهنات في خور مكتب تدخل الأمطار، رغم المليارات اللي تصرف على تحسين الكهرباء وما أدراك ما الكهرباء، إلا أنه في كل أمطار تنطفئ الكهرباء. إلى الآن الشفاطات في محطة شهنات الكهربائية ولم يستطيعوا إخراج المياه إلى حتى اللحظة. بعد ما يخرجوا المياه فيتم الإصلاح وستعود التيار الكهربائي عصر يوم غد. مدينة عاصمة اليمن تنقطع عنها الكهرباء يوم كامل. ما قد حصلتش في التاريخ هذه، أن عاصمة في بلد من البلدان تنقطع عنها الكهرباء. الحكومة يعني فقط أعلنت أن عدن مدينة منكوبة وبالتالي ستستلم المليارات. وأنا عدن مدينة منكوبة دون أي تدخل حقيقي من هذه الحكومة للأسف. يعني أين رئيس الوزراء؟ نعم. رئيس الوزراء لو يوفر ربع راتب الوزراء والوكلاء و و و اللي موجودين في الرياض شهريا، فكانت عدن افضل مدن العالم من حيث البنى التحتيه والمشاريع. لكن يصرفوا على رواتبهم اكثر ما يصرفوا علينا نحن، ونحن اللي ندفع رواتبهم للاسف الشديد. نعم، يصفني كثيرا حديثك اخ نزار، يعني ان تترك عدن بهذا الشكل رغم ان الحلول يعني موجوده، يعني ليست بذات الصعوبه كما تفضلت، ان كان يفترض ان تفتح مجاري السيول وتنظف قبل وجود هذه الأمطار التي لا تعد يعني بتلك الغزارة، ولكن يعني إغلاق مجاري السيول بهذا الشكل هو ما سبب هذه الكارثة. إذن يعني كما شاهدنا الفيديوهات المنتشرة أستاذ، مشكلتنا في عدن أن المسؤولين فاسدين، إضافة إلى أنه الحكومة تعتمد أولا لا تعين الكفاءة. ليس لدينا مجال لتعيين أي شخص كفؤ في عدن أو في اليمن، لكن في عدن بالذات يعني اخترعوا مبدأ جديد وهو تعيين الشخص الغبي في المكان الذكي حتى يستطيعوا نهب هذه ثروات عدن. عدن لحالها تستطيع ان تصرف على اليمن كامل. الايرادات يعني يكفي الايرادات التي تحصل عليها عدن ستصرف على اليمن كامل.
حقيقة شيء مؤسف أن تترك عدن بهذا الشكل أستاذ نزار، ما طرحته يعني إن كان هناك من ضمائر يعني عوضا عن إعلان المدينة كمدينة منكوبة أن يتم التحرك بشكل عاجل وفوري لتنظيف مجاري السيول ولترميم البيوت التي هدمت وتعويض خسائر الناس، ولكن لا حياة لمن تنادي يبدو لي. شكرا جزيلا لك نزار سرارو الناشط الحقوقي، كنت معنا عبر الهاتف من عدن. لو عدت لك أستاذ خليل، كما قلت لك يعني ليست مأرب فقط من تضررت، وربما أنت أيضا تابعت الفيديوهات المنتشرة، كمية السيول التي يعني ملئت بها عدن والسيارات التي جرفت يعني مرتفعة بحد لا يعقل، رغم أن عدن ليست من المدن التي يعني أمطارها غزيرة كما أيضا ذكر لنا الأخ نزار. برأيك يعني أين الخلل فيما يحدث؟ نعم، الخلل هو في السلطات المحلية التي لم تعالج في السنوات الأخيرة. للأسف تم البناء بشكل عشوائي واستحداث منازل وكذلك استحداث طرق غير مخططة، لا يدرسون مجرى السيل من أين سيأتي إلى المدينة. يعني نحن أمام كارثة في التخطيط وكارثة في البناء. هناك في الأيام الأخيرة، وأنت تعلمين أستاذة آسيا والجميع يعلم أن في عدن يعني وجد الكثير من أولئك الذين بنوا في مناطق يعني كالتي حدثت في مأرب، بنوا في مناطق السيول وكذلك في مناطق عامة تعود ملكيتها إلى الدولة. هذا مما تسبب في مجاري السيول، نعم، وتسبب في هذه الكوارث. نحن أمام مأساة للأسف. رئاسة الوزراء قبل، تذكرين قبل شهر، تسبب في عدن من سيول، ورئيس الوزراء يعني أوجه بصرف مليار ريال لمواجهة هذه الكارثة التي حصلت، وإلى الآن لم تصرف ولم تعالج القضية الأولى التي حدثت قبل شهر وأيام. ونحن اليوم أمام كارثة جديدة وأكبر، وأعلن عن عدن مدينة منكوبة، وإلى الآن نحن ننتظر الحكومة أن تقول شيء، أن تعمل شيء، السلطات المحلية في عدن. لكن للأسف أبناء عدن يواجهون هذه الكارثة بأنفسهم بأيديهم، ولا يوجد أحد كما ذكر الأخاني من يساندهم. الجميع يعني تأثر، ومديرة كريتر بشكل خاص هي أكثر مدينة تأثرت بسيول اليوم. أبناؤها يناشدون السلطات في تقديم الشيء البسيط وهو الشفاط ليشفطوا الأحياء السكنية من المياه، لكن للأسف السلطات تخذل مواطنيها، وهذا ما يحدث لليمنيين ككل للأسف. نعم، إذا اسمح لنا خليل أن تنضم معنا إحدى المتضررات من سيول الأمطار من عدن، اعتراف سليمان. مساء الخير. مساء النور. أهلا بك أستاذة اعتراف، ونود بداية أن تحدثينا عما حدث لك وكيف كان ضررك جراء سيول الأمطار. والله يا ستي، على الساعة 11 هكذا ابتدت الأمطار بتزايد، كانت حاجات بسيطة وبس كده زادت إلى أن نزل الدفر من الجبال، وطبعا شجار، وطبعا غرقنا في الدور الأسفل إلى نصف الجدران، والإلكترونية طبعا تسبح، الثلاجة، الفريزر. طبعا احنا منكوبين نكبة لا يعلم بربنا، نحن الآن في الدور اللي فوق. طبعا كيف وضعية البيت والمدخل الرئيسي للبيت؟ طبعا نحن قد وصلنا إلى أعلى، يعني ايش أقول لك، عند الوايرات حق الكهرباء والتلفون، يعني ما في داعي عاد يجيبوا سيري ويطلعوا يصلحوا، يقول عندنا على طول بيوصلوا للوايرات. انت فين؟ في اي منطقة يا اعتراف؟ أنا في منطقة شعب العيدري. فين عفوا؟ في شعب العيدروس. شعب العيدروس، طيب انتم كنتوا ساكنين في مجرى السيول ولا يعني البناء اللي انتم فيه بناء طبيعي مش عشوائي؟ لا نحن ساكنين ها من هنا من سنه 80، يعني عايشين في البيت هذا بناء عادي يعني من سنه 80. وهذه اول مره يحصل لكم هذا الشيء؟ والله شوف، هذه مش اول مره، قد حصل في 94 زي ما ذكرنا. هذه المره الثانيه. نعم، طيب. هذه المرة الثانية، النكبة الأولى اللي كانت من قبل كان الحمد لله ما وصلتش للدخول لنا للبيت، إنما المطرة اللي كانت قبلها وصلنا إلى أنه غلقت علينا منفذ الخروج بس، إنما المطرة هذه لا داخل في البيت.
طيب ايش السبب برايك؟ يعني اكيد بتسمعي من كلام الناس انه في اسباب معينه، يعني مثلا الاخ نزار قال انه ما تمش فتح وتنظيف مجاري السيول من قبل السلطه المحليه قبل نزول الامطار، هل عندكم انتم تصور ثاني للي حصل؟ طبعا طبعا يا اختي، في شعب العزروت معروف ان المجاري دائما ما توقف، هذا المعروف عنه، يعني حتى لو يسقطوها برضه ترجع تتكئ، بس بحكم اننا في منطقه البيوت مطلة على الجبال ونحن مش على الشارع الرئيسي، نحن في وسط الحوافي، يعني الجبال ورانا طبعا، لله الحمد اي حاجه تنزل من الجبل تنزل لعندنا وتقفل علينا مداخل البيوت طبعا، ومش واحد المتضرره، وفي متضررين أسوأ مني في المسكن اللي انا عايشه فيه، في المكان اللي انا عايشه فيه، يعني الناس طبعا خرجت من الصور. فين انتم الان جالسين؟ هل انتم قادرين تجلسوا في بيوتكم ولا خلاص يعني الان خرجتم منها وما قدرتوش تجلسوا؟ شو الى الان احنا مش قادرين نخرج من بيوتنا، انما اذا ربنا اراد في مطره جديده طبعا باقي بتلاقونا في الصف، لانه خلاص الدفر وصل للطابق الاعلى، يعني لما تجي تصلي من النافذه حق الطابق الاعلى شوفي خلاص الناس ماشيين كانهم ماشيين جنبي، يعني لو في مطره ثانيه بتدخل من الطوق اللي في الدور الاعلى، معناته انه لازم نطلع الصف. طيب ما فيش الى الان اي تحرك لفتح مجاري السيول يعني شفاطات تجي تشفط الماء ولا اي شيء؟ ولا حد، حتى ما حدا قال انتم عايشين ولا ميت، ولا شفنا حد، لا محافظ ولا مدير سيده ولا صاحب بلديه ولا الشرعيه ولا الانتقالي، ولا حد، ولا حد حتى نظر لنا احنا عايشين ولا ميتين، حتى ما دخل شفط الماء من داخل بيوتنا ما حد عبرنا، اضطرينا نستخدم الدنم حق الماء الشرب اللي نحن نشرب نستخدمه عشان نشرب فيها، ومعنا ماطور صغير مشغلينه، يمكن دحين بيغلق لنا اكثر من متى، يعني من الساعه يمكن ثلاث او ثلاث ونص احنا مشغلينه عشان نشفط الماء، لحد الان ما قدرناش نخلص. طيب مش خايفين برضو ان هذه اشكاليه ممكن لا سمح الله تلوث المياه، مس كهربائي او اي شيء بهذا الشكل؟ أكيد يعني بس اكيد احنا جالسين بدون كهرباء، واساسا شعب العيدروس معروف عنا ان الماء فيه طبعا يكاد يكون معدوم، تضطربي على سنونك يداتك علشان تحصلي عليه. حقيقة مؤسف مؤسف يعني أن تتحول المدينة بهذا الشكل يعني وأن تتضرر بهذا الشكل، وهي من أجمل مدن العالم، لكنها فعلا لا حكومة ولا انتقالي ولا أحد يعني يلتفت ولا وجود لأحد، وهذه كارثة. طيب احنا نسمى دولة لكن دولة لا يوجد فيها حكومة أصلا، تقول حتى للمواطن بأبسط حقوقه انه في مثل هذا الوضع منكوب يبحث عن قشاية يتعلق فيها، مش لاقي حد. طيب يعني هل تجمعتم انتم الاهالي وحاولتم التواصل مع السلطة المحلية، مع البلدية، مع اي جهة ممكنها تتدخل يعني على الاقل لبكرة بأي شكل من الاشكال؟ اختي انت عايشة عندنا عارفة الوضع كيف؟ يعني اذا كان في الاوقات العادية صعب توصلي للي انتم دحين تطلبين مني انني اتواصل معاهم. اذا كان ما فيش اتصالات، ما فيش كهرباء، ما فيش شبكات، الدنيا كلها واقعه، كيف توصل لابسط نفسي؟ ما بوصلش حتى المدير البلديه. اذا كان هو بنفسه ما بيتحرك، ما بيقول الناس منكوبين بالنكبه، لازم انا اتحرك اشوف ايش في، ايش قرا لهم، من بيجي يراعيني لما اني اتصل على اقول له تعالى انا منكوبه؟ ما حد بيعبرني. ولا حد بيدور بعدي. ما فيش معي الا الله. وربنا ما بيسيبكمش يا اعتراف، اذا حب ان شاء الله ما يسيبكم. كم معك اطفال اعتراف؟ اكيد والله انا مش متزوجه، انما نحن عايشين في البيت اربع اخوات على اخ واحد وامي ومرته وابن. وانتم في المنطقه تقدري لي كم عدد البيوت اللي انتم متضررين من السيول؟ طبعا احسب لك الحافه حقها، طبعا من طرفه واحد اثنين ثلاثه اربعه الى بيتنا سته، واللين المقابل لو نفس الشيء، وفوق متضررين انما لانهم مرتفعين عننا، نحن منطقه نزول، فهمتني كيف؟ البيوت تبدا من اعلى الى اسفل، نحن طبعا يمكن حوالي 10 البيوت اللي من اسفل هذه اكثر الناس المتضررين. البيوت اللي من فوقنا تضرروا، ما بنكرش، ناس راحت عليهم سوانك، وناس راحت عليهم ادوات كهربائيه، وناس امانهم خرجت لبرا، انما كيف وضع انهم تضرروا بنفس الطريقه اللي احنا تضررنا فيها؟ صراحة ما خرجت أدور لأنه ما عرفتش أخرج أصلا.
طيب رسالة أخيرة تحبي توجهيها؟ اعتراف سبحان الله، يمكن واحد من المسؤولين يكون عنده هكذا توصلوا هذه الرسالة ويطلع عنده ضمير ويتحرك. رسالتي الوحيدة اتقوا الله فينا، بيتحاسبوا علينا نحن بذمتهم، كل راعي وكل مسؤول عن رعيته، بس يتقوا الله فينا ينظروا لنا، نحن بحاجة يعني. أما الإنسان دائما يشكي لربه، إنما هم مسؤولين عننا، اتقوا الله فينا بس. حسبي الله ونعم الوكيل، شكرا لك. هذه رسالتي لهم. شكرا لك، وأتمنى أن تصل هذه الرسالة. اعتراف سليمان إحدى المتضررات من سيول الأمطار، كنت معنا عبر الهاتف من عدن. إذن خليل، يعني هذا صوت إحدى المتضررات التي أصبنا بهذه الكارثة، وهناك أصوات كثيرة. لن ننسى الأخت التي كان لديها غرفتين وقالت أخذها السيل، والعديد العديد العديد من المآسي، ولا نجد أحد يتحرك. يعني حين تتحدث اعتراف وتقول يعني ما فيش حد سأل علينا، مجرد سؤال، أنتم أحياء أو أموات؟ يعني إلى الآن ما زالت البيوت غارقة، إلى الآن وضعهم سيء، وما زالوا في منازلهم، فين يروحوا؟ ما فيش معهم أماكن أخرى يلجأوا لها. كيف يعني ممكن يتصرف مواطن بكل هذه الإمكانيات اللا موجودة لديه؟ نعم، للأسف الصورة كارثية في عدن، ويعني ما حصل في مأرب تدعى المواطنون وتدعت السلطات وأنقذوا من أنقذوا ووقفوا بجانب المواطن، لكن للأسف في عدن أبناؤها أولئك الناس الذين يعرفهم اليمنيين جميعا، الناس المسالمين أبناء عدن الطيبون، للأسف جاءوا بين مطرقتين وسندان. يعني حكومة ليست موجودة على أرض الواقع، محافظ لم يقل شيئا ولم يقدم لعدن شيء، يعني سوى انه يعني موجود في مكتبه، لكنه هل قدم شيء؟ لم يقدم شيء. كذلك المجلس الانتقالي قبل في 2019 يقول بانه حرر عدن من الشرعيه، واليوم يدعو الحكومه لانقاذها. يعني الجميع شارك في الكارثه في اغراق عدن سياسيا، ولم ينقذوا عدن من الحالة التي هي عايشة فيها الآن. على الحكومة أن تتدخل بأقرب وقت، الوضع لا يستدعي أن يترك هؤلاء الناس ليموتوا. لو ظلت السيول بهذا الشكل وظل الناس محاصرون وهذه الأسر محاصرة، ستنهار هذه المنازل، منازل قديمة من قبل الثمانينات، بنيت قديما وقد تضررت قديما بفعل السيول، واليوم تتضرر من جديد. وتقول الأخت بأن يعني الماء وصل إلى الدور، يعني قريب من الدور الأخير، ماذا تبقى يعني؟ اليوم إذا لم يتم إنقاذ هؤلاء الأسر في الساعات القليلة، ربما تنهار هذه المنازل. اليوم واجب الناس، واجب التجار، إذا لم تكن هناك سلطات محلية، على التجار أن يتداعوا، والناشطين عليهم أن يدعوا التجار لإنقاذ حياة هؤلاء المواطنين. إذا لم ينقذوا فإنهم سيموتون كما مات من قبلهم بالغرق. للأسف اليوم الواجب على المجتمع أن يتكاتف، لا ندعو إلا المجتمع أن يتكاتف وأن يترحب فيما بينه. أما للأسف الحكومة فقد يعني اليمني غسل يده من هذه الحكومة التي لم تقدم شيء للأسف، وأصبحت عاجزة عن تقديم أي شيء. ورئاسة الحكومة أصبحت لا تقول شيئا ولم تعمل شيء، إذا قالت شيء فتقول كلام للاستهلاك الإعلامي لا غير. للأسف رئاسة الوزراء تستهلك الكلام إعلاميا ولم تقدم أي شيء. وعدوا محافظة مأرب بمشاريع كثيرة ولم يقدموا شيء. السلطة المحلية بمحافظة مأرب يعني لولا الجهود التي تقوم بها، وإلا الناس سيموتون. وإلا لو ركنت السلطة المحلية في محافظة مأرب على محافظي المحافظات كما قلت لك سابقا، وما يقدمونه للنازحين وللجرحى، لمات الناس. لكن للأسف الحكومة عاجزة، وإذا لم تقم بواجبها فإن يعني على اليمنيين أن يقفوا ضد هذه الحكومة التي لم تقدم لهم أي شيء حتى اللحظة، وأن يطالبوا بتغيير جذري في هذه الحكومة، وخاصة رئاسة الوزراء التي تبدو عاجزة حتى اللحظة في إنقاذ حياة اليمنيين. صحيح، يعني إذا لم تتواجد الحكومة في أحزان ومآسي الناس فمتى ستتواجد؟ إذن اسمح لنا أن ينضم معنا الأستاذ جمال بلفقي، منسق اللجنة العليا للإغاثة، عبر الهاتف من عدن. مساء الخير أستاذ جمال. مساء الخير أستاذ جمال، تسمعني؟ مساء النور.
أهلا بك. إذن أستاذ جمال، الكارثة وصلت إلى عدن وسيول جرفت العديد من العربات وأغرقت المنازل، وهناك تهديد حقيقي يعني لحياة الناس. اليوم 7 من الأشخاص توفوا جراء هذه السيول، وهناك عدد من الجرحى والمصابين. ما الذي قدمتموه؟ بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا سيد المرسلين. الواقع الأمطار اللي أتت اليوم كانت فعلا كارثة حقيقية لعدن وأبناء عدن بشكل كامل. يعني جميع المديريات في محافظة عدن جرفتها السيول، عجت السيول في كل مكان، ويعني ترتبت عليها أضرار كبيرة جدا في المعدات والبيوت العشوائيه، والسبب كذلك على لم تقوم السلطه المحليه في السابق بالانتباه بشكل كبير، بالرغم من هذه الامور تكررت اكثر من مره. والحقيقه الجهود السلطه المحليه، لجنه الطوارئ التي انشات في خلال الامطار السابقه هذه حصلت كثير في عمليه الاجابه السيول، ولكن التوقعات اللي كانت موجوده ما كانت متوقعة بالشكل. عندما امتلأ صهاريج عدن وتتفقت السيول ما بين البيوت بسبب البناء العشوائي، وكذلك يعني كثير من جرى السيل يعني تم اعتراضه واتجهت المياه الى اماكن اخرى. طبعا الجهود موجوده لكن ليس بالشكل المطلوب. نتمنى ان تكون جهود اكبر بكثير. كذلك اين موجوده استاذ جمال؟ اين موجوده بالضبط؟ لا 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 يوجد اي جهود حقيقه. يعني الاخت اعتراف معنا قبل قليل في منطقه شعب عيدروس، اسمح لي، لم يصلهم اي شيء، لم يسال عنهم احد، لا بلديه ولا سلطه محليه ولا طرق ولا اغاثه ولا شيء. حتى الان هم في يعني الغارقين في المياه، انتقلوا للطابق الثاني واشيائهم كلها غرقت وجرفتها السيل. ما هي الجهود التي تتحدث عنها؟ أنا أتكلم على جهود يعني على حسب الإمكانيات الضعيفة اللي موجودة معاهم. إنما دائما الكوارث اللي حصلت في عدن يتحملها كل الأطراف، بسبب خاصة لازم تشال الوعي، وكذلك طبعا السلطة المحلية تتحمل الشيء أكبر في عملية عدم الانتباه في مثل هذا. في هذه الحاجات طبعا الجهود الاكثرها كانت تتكثف في عمليه العمل في بعد الكارثه، ليس قبل الكارثه، وهذا طبعا هي جهود تبذل، لكن المستقبل استمراريه العمل خاصه في مواجهه هذه الكوارث، وخاصه عندما تكرر اكثر من مره يجب ان تكون متكثفه اكثر من اللي كان موجود فيه. يعني وكذلك الضعف المادي ما كانش بالشكل المطلوب، ربما هي اللي يجعل مع وجود الحرب ومع وجود خاصه في خلال الفتره الماضيه يعني وجود الكارثه عمليه الحجر بالنسبه لعمليه الحظر في برا يعني خارج المنازل، هذا مما جعل في بعض الاشياء لم تكون يعني منتبهين فيها. لكن هي طبعا يعني كارثه الكورونا جعلت كذلك من خلال مساعدات المركز الدولي للمال بصندوق النظافه كثير من مخلفات السيول السابقه، وكذلك مخلفات موجوده. نعم استاذ جمال، ما زلت معنا؟ إذا شكرا جزيلا لك جمال بلفقيم، موثق اللجنة العليا للإغاثة، كنت معنا عبر الهاتف من عدن. وكنت أود أسألك يعني ما هو دور اللجنة العليا للإغاثة، ولكن للأسف سقط الاتصال وعدت إليك. خليل، يعني كل طرف يظن أنه قدم شيء أو عمل شيء، وحقيقة على أرض الواقع
لا توجد لا حكومة ولا رئاسة وزراء ولا سلطة محلية ولا بلدية ولا صندوق نظافة ولا شيء على أرض الواقع. أعلم أن الإمكانيات ضعيفة وأن الموازنات غير موجودة للعمل، ولكن ربما نزول عربات النظافة والشفاطات إلى الشارع قادرة على العمل، وأن يشعر المواطن بأن هناك من هو بجانبه يشعر بمأساته بأقل الإمكانيات، لكن للأسف الشديد لم نجد أي تحرك من هذا القبيل. هذا للأسف ما يحدث في عدن. للأسف الوضع كارثي. الأدوات التي هي خدمية للمواطن سواء في البلدية أو الأشغال لم تقدم شيء، ربما تستخدم لخدمة المسؤولين عليها أكثر مما تستخدم في يعني خدمة المواطنين، وخاصة في مثل هكذا ظروف. اليوم المواطن يعاني معاناة شديدة، حياته مهددة في عدن، ولم تقدم السلطة المحلية أي شيء. يعني الناس محاصرين في منازلهم، المعدات التي ونحن نعلم أن عدن لديها معدات كبيرة وثقيلة بإمكانها أن تنقذ المواطنين في هذه المرحلة وفي هذه الحالة التي يعيشونها، لكن للأسف السلطات المحلية تبدو عاجزة عن إنقاذ المواطنين. اليوم المواطن يواجه الكارثة الطبيعية بنفسه، وحتى يعني الأبسط المقومات أو أبسط الأشياء أن ينقذ من سيل أو من هذا القبيل لم تستطع الحكومة أن تقدم شيء. رئاسة الوزراء تبدو عاجزة تماما عن تقديم أي شيء، وإلا لو كانت تستطيع أن تقدم شيء من الساعة 11 ظهرا وحتى الآن ماذا قدموا؟ يعني حتى لو وجدت لجنة أو حركوا يعني حتى مجموعة من الوكلاء الموجودين في المعاشيق، يعني لدينا وكلاء بالهبل في الوزارة في الوزارات، ووزارة الصحة، وزارة الإعلام، وكلاء محافظة عدن موجودين بالهبل في قصر المعاشيق ويستلمون بالدولار، وللأسف غير قادرين على تقديم أي شيء، لم يستطيعوا حتى التواصل مع الجهات المعنية في عدن لإنقاذ هؤلاء الناس. نحن في كارثة، والكارثة تتفاقم إذا لم تقم الحكومة الشرعية بحل جذري لهذه المسألة في وقت عاجل. نعم، إذن في ظل هذا السخط الشعبي على السلطة الشرعية والذي يفترض أن يكون لها دور حقيقي في هذه المواقف بالذات، نحن الآن مقبلين على شهر رمضان، العالم كله يستعد بالمؤن وبالتجهيزات وبزينة رمضان، ونحن يعني في كل يوم لدينا كارثة جديدة ومأساة جديدة. يعني هل يعني مثلا فكرة هذه الأمطار هل هو حدث خارج التوقعات؟ يعني خاصة وربما هم تحدثوا الإخوان لم تمر عدن بمثل هذه السيول إلا في عام 93 أو 94، مأرب يعني أيضا جراء الاختلالات الأخيرة التي حدثت في البنية التحتية وعدد المنازل، أم أنه فعلا لأنه لا توجد لدينا دولة حقيقية يركن عليها في مثل هذه المواقف؟ المسألتان تستطيع أن تقولي بأنها موجودتان يعني بشكل عام، يعني مسألة عدم التوقع كذلك عدم المسؤولية. عدم المسؤولية حين جاء مطر في عدن قبل شهر، والسبب الذي ضاعف من المعاناة اليوم هو عدم أخذ المخلفات التي خلفها المطر قبل شهر من الآن. هذه الكارثة. مسألة مأرب مسألة بسيطة، ما يعني البيوت التي تهدمت يمكن بناؤها وبأسرع وقت، لكن أنا مع أن يكون هناك تأني في مسألة البناء. مسألة بناء المنازل هنا في مأرب التي تضررت لابد أن يكون هناك تأني ووجود حل. أما مسألة النازحين فهي تجري في مجراها، والوحدة التنفيذية تقوم بحل، والحل يستغرق وقت لأنهم يعني الوحدة التنفيذية لم تقبل بأن تكون هناك خيام في هذا الوقت، لأن مسألة الخيام لم تعد تجدي في هكذا يعني أجواء. لابد من الوحدة التنفيذية اقترحت أن يكون هناك صفيح، مباني من الصفيح هذا يستطيع أن يقاوم مثل هكذا أمطار، ويوجد في نفس المناطق التي موجود فيها النازحين مناطق بعيدة عن السيول، مخيم السويداء وكذلك الميل.
هذا مساله بسيطه، والسلطه المحليه قدمت مبلغ مالي بامكانه ان يحل بعض او يحل جزء من المشكله، وكذلك بعض المنظمات قدمت مبالغ ماليه بامكانها ان تحل كذلك جزء من المشكله. اما مساله المباني تستطيع السلطه المحليه ان تعيد تخطيط هذا المكان وان تقوم بالتحقيق او باستدعاء من كانوا سبب في هذا في هذه الكارثه، وما زالت المساله بسيطه وليست بتلك الكارثة، وأقصد بها من هم موجودين في مجرى السيول، لابد من حل هذه المسألة. أما في عدن فالكارثة يعني عدم مسؤولية تماما وعدم أخذ هذه المخلفات تسبب في كارثة اليوم، وهذا ما يعيشونه أبناء محافظة عدن. كذلك من يعني المتنفذين، قبل أشهر كنا نقرأ ونسمع ونشاهد صورا تأتي من عدن لمتنفذين بنوا في مناطق تتبع الدولة، وكذلك مناطق تتبع وزارة المياه، وكذلك مناطق تتبع البلدية، بنوا في هذه المناطق هؤلاء المتنفذين، وهذا كذلك مما تسبب في هذه الكارثة. وهو ما ذكره الأستاذ جمال بلفقي بأن هناك بناء عشوائي، وهو لم يذكر يحدد هؤلاء الناس، وهم هؤلاء المتنفذين الذين قبل أشهر في هذه المناطق، ويعني أخذوا هذه الأراضي عنوة وهي تعود ملكيتها للدولة، أو أنها مناطق واسعة أبناء عدن لم يقوموا بالبناء فيها، يعرفون أنها متنفس لهم، فجاء هؤلاء بنوا فيها، وهذا ما زاد الكارثة. نعم، إذن شكرا جزيلا لك الصحفي خليل المليكي، كنت معنا عبر الأقمار الاصطناعية من مأرب. وقبل أن أشكركم مشاهدينا الكرام، يعني أتمنى على هؤلاء المسؤولين أن يتنبهوا ولو قليلا بأنهم قبلوا أن يكونوا في موقف المسؤولية، وعليهم اتخاذ هذه المسؤولية بكافة جوانبها، أن تكون مسؤولا على أفراد وعلى شعب يجب أن تتحمل تلك المسؤولية، وإن لم تقف معهم في مأساتهم فمتى ستقف. شكرا جزيلا لكم مشاهدينا الكرام لحسن متابعتكم، لنلتقيكم في مساء يمني جديد، كونوا برعاية الله وأمنه.